حبايبي الحلوين في ميدل 2، اهلا بيكم مع الفيديو بارت 2 على lesson operation on the real numbers. احنا حلينا اسئله كتيره على الدرس دوت في الفيديو الاولاني، بس فاضل شويه اسئله تعالوا نحلها مع بعض عشان لما تيجي تحلوا تبقى الفكره مكتمله عندكم. يلا بينا نبدا. Complete the following. The multiplicative neutral، مين هو المultiplicative neutral؟ ها مين فاكر احنا قلناها في الفيديو اللي فات يعني ايه multiplicative neutral؟ تمام، multiplicative neutral يعني ال 1. مين هو النمبر اللي مش بيغير علامة التايمز؟ يعني انا لو قلت 8 times what تفضل زي ما هي 8، 8 times what تفضل زي ما هي 8 ال 1، يبقى مين هو المultiplicative neutral is ال 1. And the additive، مين اللي مش بيغير ال plus؟ يعني أنا لو قلت 7 plus 1 give me 7، بيسيب ال plus زي ما هو ال answer، يبقى 0. Multiplicative neutral is 1 وال additive neutral is 0. Additive inverse يعني بنغير السين، بنغير السين بتاع ال 2 numbers. ال 1 ده positive، يا إما قدامك حل إن أنت تقول 1 minus root 2 وتحط ال negative بره في bracket، يا إما تغير ال 2 sign كل واحدة لوحدها. يعني ال 1 بال positive ما قدامهاش sign يبقى positive، يبقى تبقى negative. تبقى نيجاتيف ايه 1، نيجاتيف روت 2 تبقى بلس روت 2، هي تحط النيجاتيف بره براكت او توزعها او ايه توزع الطريقتين صح. تعالوا نحل السؤال مع بعض نمبر 3. سؤال نمبر 3 بيقول لي المالتيبليكاتيف انفرس اوف 2 روت 3 اوفر 5 ايه. المفروض ان انا لما اطلب المالتيبليكاتيف انفرس ان احنا بنشقلب الفراكشن صح ولا لا؟ يعني المفروض الانسر هيبقى 5 اوفر 2 روت 3، بس طبعا احنا قلنا مش هينفع نخلي في روت في الدينومينيتور، فانا هعمل تايمز كام؟ تايمز روت 3 فوق وتحت. يلا بينا نحلها. 5 تايمز روت 3 يبقى 5 روت 3، 2 تايمز مفيش نمبر هنا كانه 1 يبقى 2، روت 3 تايمز روت 3 ايكوال 3، فيبقى الانسر 5 روت 3 اوفر 6. هو كاتب 6 يبقى فاضل 2 روت 3. محدش يتسرع ويقول يعني ايه ازاي لما شقلبهم مش هتبقى كده، لا ما هو انت لما هتشقلبهم هيبقى فيه روت في الدينومينيتور وانا مش هينفع اسيبه كده. حتى لو جربت حطيت الفراكشن دوت اللي هو طلع لك اللي هو 5 اوفر 2 روت 3 على الكالكوليتر ودست ايكوال، الكالكوليتر بتحوله على طول. طيب تعالوا نشوف المالتيبليكاتيف انفرس اوف 3 روت 3. لو انا قلت 3 روت 3 خلاص هعمل تايمز روت 3 فوق وتحت صح ولا لا؟ هيبقى فوق 3 روت 3 وتحت 3، كانسل 3 مع 3 فيبقى الانسر روت 3. تمام، هنا اتطلب مني انا هنا كده مسكت مين؟ مسكت الفراكشن قبل ما اعمل له كونفرس. يعني انا مسكت الفراكشن وعملت تايمز روت 3 فوق وتحت قبل ما اشقلبه صح؟ واخدين بالكم ان هو ده السؤال اصلا؟ انا مسكت ده وغيرته صح ولا لا؟ دلوقتي بقى انا المفروض الانسر طلع لي روت 3، مش هي دي الاجابه، المفروض ان انا هشقلبها صح؟ هي اوفر 1، فيبقى المالتيبليكاتيف انفرس بتاعها هنا ايه؟ 1 اوفر روت 3، يبقى الاجابه هنا كام؟ 1 اوفر روت 3. تعالوا نشوف اكزامبل. طيب انا عندي هنا سؤال، السؤال ده بيقول ايه؟ if x equal root 5 minus 2 y equal root 5 plus 2 find x plus y find x minus y find x times y. تعالوا نبدأ بأول حاجة إن أنا هعمل x plus y. يعني إيه هعمل x plus y؟ يعني أنا هقول root 5 minus 2 plus ال y بكام؟ بروت 5 plus 2. يلا نعمل لهم plus، لما أنا هجمعها هعمل لهم plus هجمع ال like terms، يعني root 5 مع root 5 عشان هما root والنمبر مع النمبر. فروت 5 دي مش قدامها حاجة كأنها 1 ودي كأنها قدامها 1. روت 5 بلس روت 5 تبقى 2 روت 5، نيجاتيف 2 بلس 2 راحوا مع بعض فهو ده يبقى الانسر. طيب نمبر 2 هعمل x minus 1. طب يعني ايه x minus 1؟ اولا انا هكتب النمبرز بتاعت الx زي ما هي، هكتب الx زي ما هي، لكن minus الy لما اجي هكتب الy هغير الساين بتاعتهم، يعني البوزيتيف يبقى نيجاتيف لان هي اصلا في الاصل عباره عن minus قبل الy اللي هي بروت 5 بلس 2، فالنيجاتيف هتخش تغير كل الساين صح كده، نخلي بالنا لانها مهم. هيبقى 5 minus 2 sorry root 5 minus 2 minus root 5 minus 2، فروت root 5 ونيجاتيف root 5 راحوا مع بعض، فضل نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4.
ده يعتبر من أكتر الأسئلة المهمة عن الدرس ده، لأنه هو شامل كل البوينتس. أتمنى كده تكون الأسئلة سهلة وواضحة، وكده نكون غطينا الدرس كله. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.